الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إلى آخر الآيات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وإمامنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الهجرة في سبيل الله، كتاب الله عز وجل فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قاسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. كتاب الله عز وجل الذي نقرأه لا نقرأه للتفكه، ولا نقرأه للتسمر، ولا نقرأه لأجل أن نفتتح به مجالسنا، يعني برستيج، لا. كتاب الله عز وجل هو قضاء الله، هو حكم الله، هو منهج الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا شرقية ولا غربية ولا ليبرالية ولا أي مسمى من هذه المسميات الطارئة، إنما كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب وضع لنا المنهج، سواء من خلال القصة أو من خلال الحكم الشرعي أو من خلال أي وسيلة من وسائل البيان. ومن القصص، وقد قال الله عز وجل في القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن القصص ما جرى لقوم لوط. قوم لوط، يقول الله عز وجل في الآية 61 من سورة الحجر: فلما جاء آل لوط المرسلون. من الذي جاء؟ المرسلون، يعني الملائكة، لكن لم يأتوا بصفتهم الملائكية، وإنما جاءوا بصفة بشرية. ومن المعلوم أن الملائكة يتشكلون بأشكال شتى،
وجاءوا بصفتهم بصفة بشرية لاستدراج قومه تمهيدا لإنزال العذاب عليهم. فلما جاء آل لوط المرسلون لم يعرفهم أنهم مرسلون، لم يعرفهم أنهم ملائكة، فقال تعالى على لسانه قال إنكم قوم منكرون، لا أعرفكم، من أين جئتم ولماذا جئتم؟ وقد قال ذلك لأنهم جاءوا على صفة جميلة، جاءوا مردا وبأبهى ما يكون الجمال للإنسان، وكان قوم لوط يتتبعون الجمال في الرجال ويذرون ما أعطاهم الله من النساء، كانوا شاذين، كانوا منحرفين، كانوا ضالين، وكانوا كما يقال في عصرنا مثليين. قال إنكم قوم منكرون، فجاء الجواب على لسانهم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يشكون. بماذا كان يشك قوم لوط؟ بعذاب الله النازل عليهم إن عاجلا أو آجلا. فعلم حينئذ أنهم ملائكة، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بجماعتك بمن اتبعك من المؤمنين بقطع من الليل في وقت السحر في الهزيع الأخير من الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمروا، لا تنظروا إلى الخلف لأن العذاب سيكون خلفكم تماما، لا تنظروا إلى الخلف. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء نهايتهم مقطوع مصبح. بهذه الآيات ابتدأ الله عز وجل في سورة الحجر حديثه عن قوم لوط، ثم عاد رب العالمين مرة أخرى إلى بداية القصة. بداية القصة أن قوما من الملائكة جاءوا بصفة بشرية على منتهى الجمال الذي يمكن أن يكون للإنسان، ووصلوا إلى بيت لوط وطرقوا بابه ودخلوا بيته ضيوفا، وكانت امرأته منحرفة على طريقة قومه، فأرسلت الخبر وبلغتهم إن شبابا في منتهى الجمال قد دخلوا ضيوفا على زوجي. انظر إلى الخيانة، حتى الأنبياء، بعض الأنبياء وقعوا في خيانة الأقربين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. الإنسان يستبشر عندما يكون ثمة خير، لكن أن يستبشر بقدوم ضيف جميل ليعتدي عليه ليمارس معه الفاحشة ليجعل من ضعفه بسبب أنه غريب عن البلد وسيلة للاعتداء عليه، وكان قوم لوط يمارسون الفاحشة في الشارع في الساحات العامة أمام نسائهم أمام أبنائهم أمام الناس جميعا، يفعلون ذلك مع الرجال ويفعلون ذلك مع الصبيان ويفعلون ذلك حتى مع البهائم. وكان قوم لوط يرسمون الصور الإباحية التي تنتشر في زماننا اليوم، ينشرونها ويرسمونها على الجدران.
وجاء أهل المدينة يستبشرون بقدوم غنيمة حسب رأيهم، بقدوم من يعتدون عليه حسب زعمهم. تقدموا إلى الأمام وأفسحوا الطريق للداخلين. تقدموا جميعا. طرقوا بابه، قالوا: لديك ضيوف ولا نعلم؟ قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. الاعتداء على الضيف اعتداء على المضيف. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، لا تخزونني. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ يبدو أنه كان قد جرى في زمن مضى نقاشات وجدالات، وقالوا له: لا يجوز لك أن تستقبل أحدا في بيتك إلا أن تعلمنا. وأقام عليهم الحجة وجادلهم، فذكروه بما كان بينهم من قبل. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ فقال لهم: قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. طبعا بناتي لا يقصد بها بناته ليتزوج هؤلاء، فهم الحديث عن قوم وعن قبيلة وعن مدينة وخمس مدن، قرى سدوم كما جاء في الروايات، قرى سدوم وهي في مكان البحر الميت الآن، ومكانها ليس فيه حياة ولا سمك. مكان قرى سدوم الآن ليس فيه حياة، لكن القرى موجودة تحت البحر. قال: هؤلاء بنات، يعني هو كالأب بالنسبة لهذه القرى، هو أكبرهم سنا وقدرا وعلما ونبوة واصطفاء واختيارا. يعني لديكم زوجاتكم، اذهبوا إليهن، لماذا تأتوا إلى ضيوفي لتعتدوا عليهم؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. هنا بعض العلماء يقول: انتقل الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله لم يقسم بغيره، فقال: لعمرك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني هم كالسكارى غافلون، لا يفهمون كلام لوط ولا كلام من يذكرهم، وقد ترك لهم الله عز وجل ألف فرصة وفرصة ليتوبوا، وجاء عذاب، جاء وقته، جاء ميعاده. فأخذتهم الصيحة مشرقين. خرج لوط وظنوا أن ضيوفه قد خرجوا معه، فتبعوهم. قد قال له الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد. عندما جاء الشروق جاءت الصيحة. قوم لوط أنزل الله عليهم ثلاثة أنواع من العذاب. النوع الأول الصيحة التي أصمتهم وربما قتلت بعضهم، والنوع الثاني أن الله عز وجل أمر ملكا من الملائكة أن يرفع الأرض من فوقهم ليقلبها فيجعل عاليها سافلها. يعني البيوت تصبح في أعماق في باطن الأرض وهم يدهسون فيها دهسا ويعصرون فيها عصرا. والنوع الثالث أنه أثناء رفع القرى الخمسة كانت السماء تمطرهم بعذاب. أيها السادة، كان العذاب عليهم لأنهم جاهروا، وكان العذاب عليهم لأنهم انحرفوا، وكان العذاب عليهم لأنهم شذوا، وكنزل العذاب بهم لأنهم خالفوا أمر الله. اليوم، وهذا كلام أتوجه به لمن ينكر المؤامرة، وعندما تناقشه يقول لك: أنت مهووس بنظرية المؤامرة. المؤامرة موجودة، المؤامرة أعلن بها أصحابها ورفعوا رايتها وتحدثوا عنها، فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى نظرية. من السودان نسمع مذيعا بكل وقاحة يتحدث
عن حقوق هؤلاء. هؤلاء مرضى، المريض من حقه أن يعالج، لا أن يثبت مرضه لينتشر بين الناس انتشار الماء النار في الهشيم، من لبنان، من فلسطين، من سوريا، من تركيا، من كل بلاد العالم الإسلامية وغير الإسلامية. بدأ الحديث عن حقوق من كان الإنسان مجرد ذكر هذا الكلام يخجل أمام الناس، الآن على الإعلام. وهذا يدلك أنه ليس كل إعلام نظيف إعلام، وهناك إذاعات هنا في عنتاب تدعو للسحاق بين النساء وتدعو للشذوذ الجنسي بين الرجال. هنا انتبهوا إلى أبنائكم، انتبهوا إلى بناتكم، انتبهوا عندما يمسكون هذا الجوال أو هذا الإنترنت أو ذلك اللابتوب، انتبه عندما تنام ماذا يجري في بيتك وأنت نائم من أولادك، انتبه قبل أن تخسر بنتك أو تخسر ولدك أو تخسر سمعتك بانحراف واحد من هؤلاء لا سمح الله. الكلام لم ينتهي، ولا بد له من خطبة ثانية حتى نتمم الموضوع. ونتيجة لماذا ذكر الله عز وجل عذاب قوم لوط؟ ليعلمنا أن الذي أنزل على قوم لوط العذاب قادر على أن ينزل على غيره من الأقوام في أي زمان وفي أي مكان عذابا آخر، قد يكون نسخة عن عذابهم، وقد يكون على شكل جدر القرود، وقد يكون عذابا ثالثا. وسآتي في الخطبة القادمة إن شاء الله على عذاب نزل في مدينة من مدن أوروبا وما زالت هذه المدينة قائمة، نزل عليهم العذاب على وضعياتهم التي كانوا يعصون الله عز وجل عليه. سنأتي على ذلك في الخطبة القادمة إن أحيانا الله عز وجل، ولم تنتهي الخطبة ولم ينتهي موضوعها، وموضوعها من أخطر المواضيع التي يمكن أن نتناولها بعد أن فشى هذا الضلال وصار عنوانا للإعلام ولوسائل التواصل الاجتماعي وللإذاعات وللقنوات بعضها طبعا الأرضية والفضائية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله. حمدا لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام بررة بهم سماء هذه الدنيا أنرت. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. أحبتي، نحن في زمان فسد فيه كل ذوق، فسد فيه كل ذوق،
ويبدو أننا نقترب من آخر الزمان، بل ربما نحن في آخر الزمان، حيث يكتفي الرجال بالرجال والعياذ بالله، ويكتفي النساء بالنساء والعياذ بالله، وتنحرف الفطرة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأنه قبل أن تقوم الساعة تأتي ريح من اليمن لا يشم رائحتها رجل فيه ذرة من إيمان، لا نقول مؤمن، فيه ذرة من إيمان فيموت، تقبض روحه فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أبناءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ زوجاتنا، واحفظ أهلنا، واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا جميعا من كل شر مستطر يزحف نحونا ليغير فطرتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم احفظنا بكتابك القرآن، اللهم احفظنا بكتابك القرآن، اللهم احفظنا بصفتك الرحمن، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. وإذا قضيت بقوم سوءا فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبب، ونعادي بعداوتك من عادي. اللهم احفظ تركيا، واحفظ سوريا، واحفظ سائر بلاد الإسلام والمسلمين من مكر يراد بهم يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد الإسلام والمسلمين من مكر يراد بهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر الهدى لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وعلى موعد ولقاء معكم في تتمة هذا الموضوع في الأسبوع القادم إن شاء الله. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.